ماما العذراء كانت قاعدة في بيت يوحنا الحبيب 14 سنة. على عود الصليب بابا يسوع وصى يوحنا وقال له هذه هي أمك، يعني وصاه وقال له تاخد بالك من مامتك. وفعلا لما ماما العذراء عرفت يوم انتقالها من بابا يسوع قالت ليوحنا يجمع لها مريمات جبل الزيتون والرسل والتلاميذ علشان تباركهم قبل ما تسلم روحها لبابا يسوع وتنتقل للسماء. راحوا متجمعوا في البيت وديت لهم البركة. وبعد كده ماما العذراء خلاص سلمت روحها لبابا يسوع، جم التلاميذ شالوها على النعش وراحوا بيها على القبر علشان يدفنوها. وفعلا راحوا بماما العذراء ودفنوها في القبر. مرضيوش يسيبوا القبر وفضلوا قاعدين 3 أيام قدام القبر. مرضيوش يسيبوا القبر وهم قاعدين كانوا سامعين صوت التسابيح من الملايكة طالعة من القبر، وتلات أيام وهم شامين ريحة بخور وصوت التهليل والتسبيح طالع من القبر، علشان كده مرضوش يسيبوا القبر ويمشوا. وبابا يسوع جه علشان ياخد ماما العذراء ويحطها جنبه في العرش فوق بتاع ماما العذراء. الملكة جلست عن يمين الآب، مزمور 45:9. إن ماما العذراء اللي شالت جسد وبابا يسوع عمره ما هيشوف فساد أبدا. بابا يسوع لازم يكرم ماما العذراء علشان هو الجسد ده اللي شال بابا يسوع في بطنه، فلا يمكن يشوف فساد على الأرض. وتوما ما كانش موجود ساعة انتقال ماما العذراء، بس شايف الملايكة وهي شايلة ماما العذراء ووقع عز النار وخده. جري بسرعة على التلاميذ والمريمات علشان يعرف ايه اللي حصل. قالوا له ده ماما العذراء ماتت. قال لهم لا، انا شفتها وهي فوق في السماء وادي الزنار. قالوا له لا، احنا دفناها. وجريوا جري 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 للقبر. فتحوا القبر ما لقيوش ماما العذراء، وفعلا ما شافوش ماما العذراء جوه. قعدوا زعلانين زعلانين، بس هما صاموا 15 يوم علشان بابا يسوع يوريهم جسد ماما العذراء. وفعلا شافوا جسد ماما العذراء يوم 16 مسرة، وعشان كده احنا بنصوم 15 يوم زي الرسل، ما هي صامت 15 يوم علشان يشوفوا جسد ماما العذراء. وبكده احنا عرفنا ان احنا صمنا 15 يوم ليه؟ لعيد تذكار جسد ماما العذراء وظهوره. دلوقتي احنا عايزين نعرف احنا عملنا الحاجة ديت ازاي. الوسائل، فاحنا جبنا خافض لسان وعملنا بيها الترابيزة، عملنا حرف الاكس كده وثبتنا من النص برضو بخافض اللسان علشان نعمل بيها الترابيزة اللي هي فيها مقعد. دي كانت يعني اكنها موجودة في البيت اللي هم كانوا قاعدين فيه. هنثبت من فوق برضو بخافض اللسان، هنقص خافض اللسان باتنين نصين كده وهنثبتهم برضو من فوق، بحيث ان احنا هنسند عليهم الترابيزة من فوق خافض اللسان، فهيكون حاجة سند عليه زي ما هالطريقة دلوقتي هتوريكم. ثبتنا برضو من الجنبين، فاحنا هنجيب بقى خافض لسان من فوق كده، هنجيب مثلا 4 وهنثبت بالشمع بحيث ان هو يكون الستاند اللي هو من فوق على الترابيزة، ونثبته من الجنب ونستنى شوية بس الشمع يمسك شوية، ونجيب برضو الطرف التاني ومن فوق كده هنحط الشمع ونثبت الطرف التاني. هنقلب بقى الترابيزة عشان نثبتها من الرجلين من تحت عشان ما تفضلش تفك مننا من النص كده، وهنحط شمع ونجيب خافض لسان ونثبته من الجناب يمسك الترابيزة من تحت الرجلين. هنيجي برضو من الطرف ونجيب خافض اللسان ونثبتها بحيث ان هي تكون المقعد للترابيزة، ونثبتها بس عشان الشمع لازم ياخد وقت على ما ينشف. نثبتها كده بخافض اللسان برضو، نعمل برضو المقعد.
وكده اتثبتت المقعد. برضو نعمل الجنب التاني. لو عجبكم ما تنسوش بقى تدوسوا على لايك وعلى زر الاشتراك عشان يوصلكوا كل جديد. برضو خافض لسان تاني 4 عشان نعمل بيهم النعش. ده هنقصه لجزئين، مثلا نجيب 6، هنثبت 4 كده جنب بعض، وهنجيب واحدة من المقصوصة للقطعتين ونثبتها كده بشمع بحيث ان هي تمسك الاربع خافض جنب بعض من الجنبين وتبقى متثبتة زي ما انتم شايفين كده. هنيجي بس من الجناب ونعمل زي الدراعات اللي بتتمسك عشان مثلا اكن حد ماسكه فبيشيل النعش من الايدين دي. دلوقتي بقى احنا هنعمل ماما العذراء. هنجيب فوم ابيض وفوم ازرق عشان نعمل ماما العذراء. هنقص قطعة كده من الابيض نقلب الفوم على ظهره مش على وشه. نرسم اي شكل مدور، لو مش عارفة ممكن تجيبي اي حاجة مدورة ترسمي بيها. الجسم هنرسمه شكل كروكي كده عادي، مش لازم دراعات او رجلين، مش لازم يعني خالص. وهتقصي بقى الفوم. هنجيب بقى الفوم اللبني ونرسمه من ورا، بس هنسيب مسافة، يعني هنحط الباترون كده اللي احنا عاملينه وهنسيب مسافة ما بينهم ونقص بقى بعد كده. هنقص شريط رفيع بحيث يكون هو الزنار للعذراء، بس مش هنلزقه، هنسيبه في الاخر. هنقول لكم هنعمل بيه ايه. بس كده نعمل بقى هيلة حوالين ماما العذراء باللون الاصفر. نجيب قطعة فوم لو صغيرة عندك من القطع الباقية، هنعمل على شكل دايرة عشان يبقى هالة من النور، ونظبطها من الجناب كده تحس تكون دايرة. الزنار بقى تعالوا نقول هنعمل ايه. هنجيب اسكوتش ونقص قطعة كده صغيرة من الاسكوتش. بعد كده هنجيب القطعة اللي احنا قصناها الشريط، هنلفها حوالين العذراء كده بالاسكوتش، هنلزقه من الجنبين
بحيث ان احنا نبقى سهل علينا ان احنا نفك الاسكوتش اصلا. وخدي المقاسات بتاعة الاسكوتش قبل ما تركبي بحيث ان هو يكون فيه وسعان عشان احنا هنفكه اصلا. بكده احنا خلصنا العدرة وخلصنا النعش وكده محطوطة على النعش، وخلصنا برضو كده الترابيزة. تعالوا نشوف بقى هنعمل ايه تاني. هنجيب فوم من الابيض علشان عايزين نرسم بقى ملايكة، نرسم جناحين اي جناحين بتراضي، والجسم برضو شكله كروكي، والراس حاجة مدورة. يعني هو سهلة جدا للي مش بيعرف يرسم اصلا، هما جناحين كده والجسم كروكي خالص، مفيش اي تفاصيل لدراعات او رجلين، فسهل. ونفرغ بعد كده الملايكة بالمقص. بعد ما خلصنا الملايكة هنجيب برضو قطعة فوم من الأصفر، أي قطعة برضو متبقية عندك من أي شغل. هنرسم بس هالة صغيرة كده حوالين رأس الملايكة بشكل دائري زي اللي عملناها في ماما العذراء، حاجة بسيطة، وهتثبتيها بالشمع من ورا، هتبقى زي الهالة كده من النور. بعد كده هنجيب طبق من الفل على ظهره، وهنجيب ورق لونه بيج، لو عندك فوم برضو بيج اللي انت عايزاه هتجيبي برجل، وعلى ظهر الطبق هتروحي عاملة دايرة بالبرجل عشان هنفتحها بالقطر او بأي مقص، مهم ما تتعوريش. وهو اصلا الفوم سهل في القص، فالفل برضو سهل في القص من القطر، احسن برضو من المقص، القطر احسن. كده فتحنا منه الجزء اللي في الوش ده. هنجيب بقى الورق اللي هو لونه بيج ده عشان يكون شكل القبر. الشمع مش هينفع في الطبق الفل خالص، يستحسن الدبل فيس احسن. من الجناب هنثبت بالدبل فيس على الطبق بحيث ان احنا هنحط الورق يكون لزق على طول، الشمع هيسيح في الطبق، هيسيح الطبق جدا. هنجيب بقى الورق ونلزقه على الطبق من ورا كده، هيلزق كويس. هتيجي من الجناب بقى تسيبي بس مسافة كده علشان احنا هنتني الورق لجوه، هتسيبي شوية من الورق، هتقصي الزيادات وتسيبي الباقي، وزي ما قصيت كده بالمقص زي ما انتي ما شفتي، بحيث ان نعرف ناخد الزيادات جوه، مش هينفع بالشمع خالص، فاحنا عايزين نعمله بالبلاستر، فهيكون سهل بالبلاستر، هتاخدي كل الزيادات دي على جوه.
نيجي بقى عند الدايرة اللي احنا كنا رسمينها وفتحناها، نيجي بالمقص نفتحها بحيث ان هي تبقى مفتوحة، ونجيب بعد كده كرتون هيكون دوت الباب اللي بيتفتح ويتقفل. فاحنا كده فتحنا من النص، هنثبت بس اي جوانب كده مش ثابته كويسه. هنجيب كرتونه هنرسم نرسم دايره، وبعد كده نجيب المقص ونقص الدايره بحيث يكون هو الباب يعني بتاع القبر، وبالورق بنفس اللي عملنا بيه القبر هنلزقه بالشمع. الظهر هنستنى هقول لكم هنعمل فيه ايه. احنا لزقنا الجنب دوت، الجنب ده احنا هنجيب الورق بس هنرسم عليه نفس الدايره بس على كبير، بحيث ان هي الجناب تتغطى خالص، ما يكونش فيه حاجه من الكرتون باينه. فاحنا لما نيجي نرسم الدايره هنرسمها على شكل اكبر ونقصها. هنلزق الظهر والجناب اللي احنا قلنا عليها كتير دي هنسيبها من الاطراف، هقول لكم هنعمل بيها ايه. هتقصيها كده من الجناب بحيث لما نيجي نتني هتبقاش في ورق زيادة معانا زي كده تنينا، فلقينا في معانا مسافة ان احنا نتني الورق من كل الجهات. بقى هنتني كل الورق بحيث ان هي الجناب كلها تتغطى. نيجي بقى عند الباب، احنا هنفتح فتحة كده بالمقص في الباب ونفتح فتحة في القبر بحيث ان احنا هنثبت الباب في القبر. هنجيب كده نقص يعني نفتح فتحة بالمقص من الجنب ده ومن الجنب دوت، وبعد كده نجيب بقى اي استك عندك في البيت، اي لون، لو عندك البيج هيكون احسن بس انا كان عندي اللون الابيض فمش مهم. هتدخليه من الجنب كده وتطلعيها من ورا الاستك، والجنب التاني بقى زي ما انت ما شايفة هتدخليها كده وتروحي سايبة مسافة في الباب من ورا بحيث ان هو يكون في مسافة ان انت تفتحي وتقفلي الباب، ما يكونش ضيق قوي الاستك عشان يبقى مرح في الدخول والطلوع لجسد العذراء. زي ما انت ما شايفة كده اهو نفتحه ونقفله فمرن معنا، لو كان ضيق الاستك مش هيجي ولا يروح معنا كده الباب. هنجيب فوم ابيض وفوم احمر علشان عايزين نعمل بيها بابا يسوع على ظهر. برضو الفوم الابيض هنرسم اي شكل كروكي، وش مدور والشكل الجسم هيبقى برضو كده كروكي من غير الايدين ولا الرجلين، مش هيبقى صعب عليكي، حاولي وهتعرفي تعمليها. في منا كتير مش بيعرف يرسم، مش مشكلة، احنا زي ما انت شايفة كده دايرة والجسم استنبه واحدة. بعد كده هنجيب بقى الفوم الابيض دوت ونرتبها من الجناب بحيث ما يكونش في حتة تخينة وحتة رفيعة. هنجيب بقى الفوم الاحمر وبرده نسيب مسافة زي ما عملنا في ماما العذراء، هنسيب مسافة كده في الفوم بحيث لما نلزق عليه الفوم الابيض يدينا اللون الاحمر من ورا، ودوت لبس بابا يسوع. Thank you.
نجيب فوم برضو من اللبني ونرسم زي السحابة كده من على الظهر، وبعد كده نفرغها بالمقص. وفي نفس الوقت برضو هنجيب فوم ابيض وهنعمل برضو زي السحابة اللي احنا عملناها بس على شكل اصغر، بحيث ان احنا ندخل الالوان يكون ابيض ولبني. عايزة برضو تحبي تعملي انتي اللبني بس براحتك، عايزة تعملي الابيض بس براحتك، بس احنا حبينا نكسر الالوان اللبني مع الابيض. انا علشان عارفه الاسطمبه فممكن اقص على طول. انتي عايزه ترسمي الاول وبعد كده تقصي براحتك. هنلزق بقى السحاب دوت للملايكه ولماما العذراء والبابا يسوع. هنجيب بقى اي فوم ونعمل برضو شكل راجل عشان نعمل يوحنا الحبيب. هنلبسه عباية من فوق كده، فالعباية دي دايما بتبقى قط وتبقى مفتوحة من النص، فاحنا هنعمل لها فتحة. بصي شكل التمانية كده، وتروحي قصة التمانية دي خالص فتكون العباية مفتوحة، ونلزقها بقى فوق العباية اللي هو بيلبسها. فتشوفي الشكل دلوقتي هيكون حلو. ونجيب اي وش من اي صورة ونلزق الصورة على الفوم. عندك صور برضو عادي، ده عملنا نفس اسطمبة الفوم ولزقنا وش على الفوم. انتي باختيار ممكن تعملي صور او ممكن تعملي فوم. نلزق بقى الملايكة كده فوق السحاب، الشمع نثبتها ملاكين. هنثبت برضو ماما العذراء، مش هنحط لها السحابة دلوقتي عشان هي تبقى قاعدة مع يوحنا الحبيب والتلاميذ. بابا يسوع هنثبت السحاب عشان هو نزل من السماء خد مامته ماما العذراء. ناخد بقى دلوقتي الأشكال اللي احنا عملناها نركنها على جنب، ونحكي بقى القصة للأطفال ان هما كانت ماما العذراء قاعدة في بيت يوحنا، وايه اللي حصل، وصومنا 15 يوم ليه، عشان الرسول طبعا هما صامهم عشان يشوفوا جسد ماما العذراء. وكل سنة وانتم طيبين. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو، عجبكم الوسيلة، تدوسوا لايك وتفعلوا زر الاشتراك وزر الجرس لكي يصلكم كل ما هو جديد على قناتنا. ولو عندكم اي اراء واقتراحات ممكن تكتبوها لي في التعليقات، واحنا لو عايزين اي وسيلة ممكن تكتبوا لي في التعليقات وانا اعمل اللي انتوا عايزينه من الوسائل. زي ما قلت لكم في اول الفيديو احنا هنعمل الزنار بالسكوتش عشان يتفك زي كده، والملايكه واخدين ماما العذراء وطالعين للسماء عشان توما هيجي برضو يشوف ماما العذراء وهم طالعين بيها للسماء، وهياخد الزنار فيكون السكوتش سهل.